بسم الله الرحمن الرحيم إخوة الطلبة أخوتي الطالبات سنة ثالثة ثانوي الذين يجتازون الباك إن شاء الله الباك 2022 أقدم لكم تمرين فيما يخص التمثيل الوسطي لمستقيم انتبهوا مليح أو النص نعتبر المستوي ب ذات المعادلة x ناقص y زائد 2 زائد يساوي 2 والنقطة A ذات الإحداثيات 4 ناقص 2 1. أولا عين شعاع ناظمي N المستوي P. ثانيا اكتب تمثيل وسيطي للمستقيم D الذي يشمل A وشعاع توجيهه N. ثالثا استنتج إحداثيات H المسقط العمودي لA على B. إذا نبداو بالأول. عندنا معادلة مستوي كيفي. يا AX زائد BY زائد CZ زائد D يساوي صفر. هذه الحالة A B و C هما يمثلون الشعاع الناظمي. إذن N هي A B C. في الحالة نتاعنا عندنا X ناقص كراك زائد 2 زاد ناقص 2 يساوي صفر. معناه أن الشعاع الناظمي أن عنده الإحداثيات واحدة ناقص واحدة 2. ثانيا اكتب تمثيل وسيطين لمستقيم D الذي يشمل A وشعاع توجيه N. إذن عندنا المستوى والمستوي عندنا الشعاع الناظمي عندنا نقطة A. كتب تمثيل وسيطين المستقيم D وشعاع توجيهي ثم N. إذن هذه هي N هذه D.
إذن نعتبر هنا أم أم هي X Y Z X Y Z هما هناك. إذن نكتب AM مناسب T هو N شعاع توجيه و AM كما راكم تشاهدوا. إذن AM وشن هي؟ هي X ناقص 4 يساوي تي Y زائد 2 ناقص تي و زد ناقص 1 2 تي. أي التمثيل الوسيطي المستقيم دي إكس 4 زائد تي يجريك ناقص 2 ناقص تي زائد 1 زائد 2 تي. ثلاثة ثلاثة بك إحداثيات يات عش المسقطة عمودي دي آ عش حول هنا إذن عندنا المعادلة للمستوي هنا نعوض نعوض إكس نعوض بالتعويض X تعويض زمان 4 زائد تي ناقص 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 تي زائد 2 واحد زائد 2 تي ناقص 2 يساوي صفر. واش لاحظوا
cet été, Zayed Seta Yusavi Sifr. Aïe, T Yusavi Naxwahed. Et then, Ihdathiyat H, X, هي ربع زائد T يجريك هي نقص نقص T زد هي واحد زائد اثنين T. H ينتمي إلى D. Donc comme zoom, و T تساوي نقص واحد. إذن X ربع زائد واحد يسمها خمسة. Y هي نقص تي زايد واحد ناقص واحد زايد واحد ناقص اثنين ناقص واحد. اش إحداثية اش خمسة ناقص واحد ناقص واحد. انتهى.